عسكرة الجزيرة وانتهاك السيادة اليمنية، ذلك هو ما دأبت عليه دولة الإمارات منذ أن وصل عناصرها أرخبيل سقطرى تحت يافطة العمل الإنساني. فمنذ العام 2018 وعقب إرسال أبوظبي قوات لها إلى سقطرى أثناء وجود رئيس الوزراء في ذلك الوقت أحمد عبيد بن دغر والوفد المرافق له، عملت الإمارات على عسكرة الجزيرة وإرسال الأسلحة المختلفة إلى ميليشياتها هناك. هدفت الإمارات منذ ما يقارب 5 سنوات الاستفراد بسقطرى وبناء القواعد العسكرية للاستيلاء على الجزيرة وطمس الهوية اليمنية بإغراء السقطريين وجعل الجزيرة مرتبطة بشكل مباشر بالإمارات. وكانت الخطوة الأولى للإمارات لإحكام السيطرة على الجزيرة إفراغها من الشخصيات الوطنية ودعم الميليشيات، وبالفعل نجح الانتقالي المدعوم من أبو ظبي في الانقلاب على السلطة المحلية بقيادة رمز محروس، ولم يبقى في الأرخبيل سوى الميليشيا التي تحكم بالحديد والنار. واستطاعت الإمارات استمالة وإغراء عدد من قيادات الميليشيا، وكان عبد الله بن عيسى العفرار أحدهم، فقد كرس حياته ونصب نفسه للعمل والتحريض ضد أبناء جلدته في سقطرى عبر تنفيذ أجندات الانتقالي والسماح للإمارات بالتغلغل أكثر فأكثر في الأرخبيل. في المقابل استنكر الشارع والمجتمع السقطري الأدوار التي يقوم بها آل عفرار وقيادات الانتقالي من خلال تآمرهم على الجزيرة ونهب ثرواتها وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم، بل والتضييق عليهم في حياتهم اليومية. يظل الرفض الشعبي لأجندات الإمارات وميليشياتها هو الضامن لحماية حقوق المواطنين وإيقاف ممارسات الانتقالي وانتهاكات الإمارات في أرخبيل سقطرى.